المشروع الحقيقي لتشرين راح ينطلق إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة باستراتيجيات بآليات من ضمنها الاحتجاج برؤية واضحة، رؤية اقتصادية، رؤية سياسية، رؤية بلد ومؤسسات. إن شاء الله الشغلة الأخرى إحنا الدائرة اللي حاولوا إنه يخلون تشرينيين بها حصروهم في دائرة اسمها تشرين، لا إحنا عراقيين، إحنا عراقيين تشرينيين. اليوم طلعنا إنه جاي نتحرك على زعماء القبائل، تحركنا الرقعة الجغرافية اللي كانت موجودة للتظاهر من 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 البصرة لبغداد، لا اليوم تحركنا على المحافظات الغربية، على شيوخ عشائر في المحافظات الغربية، في محافظات شمالنا الحبيب كذلك. يعني أنت راح إن شاء الله تشوف في المرحلة القادمة انطلاق مشروع عراقي وغضب عراقي إنه من البصرة إلى زاخو. يعني الشغل صار له تقريبا أكثر من سنة وأربعة أشهر. إن شاء الله بالمرحلة القادمة راح نعلن أرجلك يا سيد الاحتجاج أرجالك وأساليب الاحتجاج وآليات الضغط. ثورة عارمة مجددة، نعم جاي نعد الثورة عارمة، لكن هالمرة مو فقط بعشر محافظات، لا راح تمتد، ومو بشكل تشرين اللي قدروا يستغلوها، بشكل جديد. لكن الآن ما نقدر إنه نفصح عن كل أوراقنا، جاي نعمل بسرية تامة خوفا على شبابنا، خوفا على الأشخاص اللي جاي يعملون بهذا المجال. وإن شاء الله نوعد شعبنا إنه أبنائكم التشرينيين اللي حاولوا تشويهم، اللي حاولوا شيطنتهم، اللي حاولوا يطلعونهم بصورة إن هم فقط ذول اللي يحرقون التايرات وما عندهم غير الحرق وهاي، لا هذا مو صورة حقيقية. احنا دعاة دولة حقيقية، احنا نمتلك مشروع بناء دولة راح نطرحها بالمرحلة القريبة القادمة ان شاء الله. شبابكم التشرينيين عازمين بكل ناشطينهم بقياداتهم بشبابهم، وان شاء الله بمساندة العشائر وبمساندتكم انتم يا شعبنا في الشمال وفي الغربية وفي الجنوب، ان شاء الله عازمين على ازاحة الطبقة السياسية برمتها.